بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين. إن شاء الله تعالى عاوة وحينون نقنطن تفاتحة ذا وحمد الله بينا وتفسير القرآن الكريم وأين أباهنين مرك القرآن الكريم كأسيدا لو ذوقي هاي وكتابك والله أقول تلقى لي إلى يوم القيامة إن نقول لكم نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام استغوا ير وكليدية عنهم تيلاهين بل قسوا الدجية أحد كتاب القسوا الدجية أحد كي يقفض لبناوية نبي الله محمد ماشي وشوغيو كتابك قبل لو ذا قرآنك بقعدة أدونك كتا الله كي يقفض لبناوية ومكة المكرمة حبينك قبل لو ذي حبين سيركي وقفت لبناوي وليلة القدر لقد لقد سودجي ولقد أقف عنده وعرب ولقد أقف سلاد مركا تسالة وحلالة دورتي برتمها أدونك حالة شيئا مكا إني تاي للك برتمه سيني تاي بالله شيئا بدك لك مجرين وحسياسي أو كهري ماد لدعوة مجرين قرآن كريم كمركا فضل يسا مركا لإلهه ووح يعني حد كبحث لقى ما شيء كان كرر لكن هذه هل ير لقى سوقاته النبي الله محمد حيوت القرآن ككريم كأفضل جيسو سيدا الله أقفل لبنية هي خلق أقصر رأي القرآن كنا كلامه لنا أقصر رأي وقرآن ككريم كقرآن كعدي كل قنطة والله ذلك يعني القرآن ككريم كوا معجزة لا يابله كلمات في سهل كلمة عربي كلا كل حقر هذا درت واتك جرن أمريكا هذا نوع الحروف وحوية وقرآن كشركة كساري أدونك كساري وين معناه وحالة قوضة ملكة لقف في هداية كأيكتا أما ملكة لكسوق له هداية دا سوى هداية أفي عنين موناك سنة قرآن كشركة كساري نبي الله محمد صدح يطبان سنة ومكتش يوغي دعوده ويسعتي دقال مجرين دعوده هو سهم بيسعتي لو بقول ضد كير باكله جلوده النبي قام مدينة أو مدينة لا تجي مدينة مركز سلق لها لي قرآن كي وحو بهفي أو جزيرة العرب كسارة شركي تقالنا لقى ما سارة تقال كي جهاد كوتو آه إن إسلام كو الدفاع هلا عدة كل شيء حد قدكته عدي الدعوة كهر تمادنا الله كهر قادر ما هين ضدك إن دين تد جهاد جوجل يا ما هين قصب معها قرآن ككريم كي إسكي بوسع أنا وبيه أو كلب يحرده وين قرآن كريم كعدي لجيسته كما أتكيسن كرين قال هذا حتى قرت مرك لجيسان سيد عبد الله بيبوق كرين سائن أمة قال وأي هدي لجيسان كما أتكيسن كران على كل حال قرآن كريم كأه وحين أفسر النبي الله محمد سيد يهبي نوسه وقارسيه سوى صاف عين قال لنا كين دين ملك على كتني دين بشرت ودين تاسوي لنا عهدين لجتقه تفسير يتأويل باكره وقت في الصحابة دي علماء دي هراء تفسير يتأويل إسلامي دي آهي وعضاين أم بي آهي بس إلا عضايه وعضاين بي لبدا ويقينين بالمثل الإمام الطبري أبو جعفر كتاب فيسا شيخ المفسرين لي لهذا وتأويل هذا بوي لهذا تأويل كتفسير بكوضة مركي الدنبئة بدعادة يوفر قوين كبتين فتأويل كي وحالله استعمالي سيق الله عن وقفك عقيدة قارة انتو سميسة يو قرآن كحقا اتأويلنا قرآن كوافجن قرآن كأولي يا معنيس انتو كبدا لو معنى عقيدة دي سوافق سنبو كيني تأويل يا تفسير مركا انقو الدوحي انقو كتر لا تفسير يا تأويل اسكم مدى بدك لا ان شاء الله تعالى تفسير مركا لا اله دو ترجمة قرآن حروف تي سلمة ترجمي كارو وحروف لاتينه كلب المثل لغمة ترجمي كارو معنيه سن لفظي سن لما ترجم حرفية وحلا إلى باشرة أو إلى لفظي سادين لترجمه وإن هل ولب ماشوا كوي ليل لدقه تاسنا وأدرك تهوان حرام والله في ذيك القرآن كلمة ترجمة كرو ترجمة المعنى وأمد هذا إنه وأنتيار كونهاي ترجمة المعنى معناه اللي ترجمه وهي أفر شرط بيلا هاي معناها مركي اللغة كلا اللي قلت ترجمي كو قفك واحترجم ياي وإنه القرآن كتوسو ترجمين التفسير كيسي عربية وحديث الرسول كتيرسن هي أشوص إسلام هي اللغة العربية كتيرسن تفسير نوعه وإنه كترجمه
ee quraankiisa ku si toos ah uma tarjumi karo quraanka tafsiirkiisa qoraab u tarjumaya tafsiirka u tarjumina wa inu al mu'tamad ala al ahadith al nabawiyya wa inu ku tirsan yahay isla markaana usulu shari'a uu waafaqsan yahay luqada carabtana uu ku fasiran yahay taasi tarjumi kara shardiga kale waxa weeye inuuna u leexanin aqeedo fasida qof haysta inuuna ahayno quraanka tii afkiisa ku leexin karo waa inuuna aqeedadiisu fasida ahay aqeedada islaamka aqeedadii salafu saalix waa inuu yahay shardiga saddexaad waxa weeye waa inuu labada luqada yaqaan labada luqada waa inuu yaqaan luqadu ku tarjumi iyo tu ka tarjumi waa carabiga soomaaliga ka soo qaad waa inuu si fiican u yaqaan iyo mawaadiicdooda iyo asraartooda waa inuu yaqaan marka qofka tarjumaya macnaha dhibaato xugnu kala kulmaya runtii wuxuu bilmata 200 oo kelimo ama 200 oo jumla haduu tarjumayo wuxuu isku dayil inuu lafdigii uu tarjumayo mutarjimkii ay iswaafaqaan buu isku dayiyey isla markaa alfaada ugu wanaagsan buu luqada uu ku tarjumayo ka dooranaya wax alfaada faaxisko la dhageysan kari waxa soo dhawu ka leexanay inagu insha Allah ta'ala tarjumada aan tarjumayna tafsiirkan tafsiirin waa tafsiirka salafu saalix oo wanaagsan midda kale waxa weeye kitaabka aan tarjumayna waa kitaab macno ballaadhan oo cilmi fara badan hal kelimo ama hal masalo oo fikrada oo anigu aan ku leeyahay ma jirto waxaan tafaasiirta aan ahayn aan ka arkay ahayn hal anigu hal masalo oo ku soo biiriyay iyo hal fikrad hal kelimo oo waaxida macno aanan tafaasiirta ka arag kuma sameynayo lagama yaabata waxa weeye taas bilmetal afar tafsiir ama shan kitaab oo tafsiir ah diisha la soo maray dhuuxi baa ku soo baxaya marka waa mamnuuc inaan si anigu aan wato ama fikrad anigu aan leeyahay aan ku soo daro waa mamnuuc wey taasi midda kale waxa weeye madaahibta marka la yidhaahdo aynu ka hadlayno iyo caqiidada iyo dhinaca caqiidadaynu ka hadlayno waa caqiidatu salafi saalix madaahibtana meeshii axkaami soo gasho afarta madhabood iyagu sheekhiyuhu madhab maba aqooninba sheekhiyaha madaahibtooda lahays maba aqoon madhab markii dambe oo bidcadii badatay unbaa culimmadu ku heshiiyeen afarta sheekh ha loo nasab sheegto iyaga laftooda marka isma khilaafsana waa isku madhab iyaga laftooda isku madhaba qur-aanka kariimka iyo xaadiidta rasuulka ka qaadanaya waxay isku khilaafaani waa wax yar oo qiyaaska oo kale markii masaladii qur-aanka nas looga waayo ama xadiidka nas looga waayo yaa qiyaas baa iman oo ummadda islaamku ijtihaad bay la iman waa loo ogol yahay oo nabiga taskeeyo yidhi laa tajtamicu ummatii calaa dalaala marka waxyaabaha isku khilaaf waa wax sidaa u yar marka taas markii la yidhaahdo madaahibta deynama kala xigaan midka laba khilaaf marka yimaadiinka xagga naska u dhow baa la raacayaa inama kala xigaan midda kale masale in badan dadku sheegaan oo dadku waxaa la yidhaha waa wahaabi iyo waa kadaa iyo waxaa yaa dadkeenu qaar wahaabiya jiraa la yidhaha wax wahaabi la yidhaha islaamku ma leh sidiisaba anigu weligay ma arag qof wahaabi baan ahayle oo qiranaya ma arag kutubta marka la qoro qofku madhabtu yahay ashaafici iyo waxaasaa lagu qoraa nin intuu kitaab qoray alwahaabiyu yidhi weligay ma arag markii sacuudiga mar yaroon tagayna oo maka iyo meesha iyo madiine iyo waxaan raadiyay qof wahaabi inaan helo waan waayay qof wahaabi haddaad weydiisay ninka carabka waaba ma taqaana ma yaqaan laakiin wuxuu yaqaanaa sheekh maxamed bin cabdiwahaab sidaa darteed islaamku wax wahaabi la yidhaha ma leh islaamka magaciisa waxaa bixiyey nabiyullaahi maxamed baa bixiyey allah baa islaamka magacaabay diin baa la yidhaahdaa diinulislaam baa la yidhaahdaa diin xaqa weeye waxyi weeyaan marka magacyaha islaam diinta islaamka uu alla u bixiyey baynu insha allahu tacaala magacyo ka dhiganayna wax firqo aho kale dhib ma laha haddaad tidhaa shaaficiyaanahay xambaliyaanahay canif wax dhiba ma leh maxaa yeeli fiqhigii shaafici baan bartay unbay ka dhigan tahay waadna ku camal falaysa wax dhibaataa taasi ma leh insha allahu tacaala tafsiirkaynu fasirayna waa tafsiir aynu ka soo qaadanay culimmadii islaamka tafsiirkeeda wax fikradahoon leenahay kuma beerino masalada kale muhiimkii waxaa weeye haddii waa dad fara badan baa dhegaysanaya aniguna waxaan ahay bani aadam waan gaf badnahay way suuragal qofkii masaladaan sheegna fahmi waaya ama si kale isagu u rabay in loo yidhaahdo majmaca dhexdiisa inagu su-aalay masaladaas bal ka sheekay baa la leeyahy waa qofka gaar ahaan qofka bushiye oo ay u cunami weyda sidaa aanu sheegnay dadka dhexdiisaa laygu su-aalaya waxba kama qaba su-aasha haddaan garto sidaanu gartaanu sheega haddaan garan waayo lama aqaanaan leeh
مسألة ذا سنة مهمة وهي مرك إن شاء الله تعالى تفسير كي نفسر إنه وتفسير نوع عصو حلقة يابا إن الحق عقيدة أبدا إنه وأيو تذكرين وهو ذا في عينها وذهل السنة والجماعة عنها وحن ملهم لكن وحيا أبدا إنه خلدا هذا وذلك الدين وأركان باشرة مركو حلقة يابا لين عتوحيد كان أنا وإنت أبدا أبدا إنه إنا نحوي كشاك شاكو عدنا مركا كوها القبسن ما إنه ملهم خلدا سافر قدا ساحن يهبل باحن يهبل باقل عن ممنوعين waxay nu sheegayna waxa xun laftiisaynu ka sheekeynayna gaalnimadii barigii jirtay quraanka soo dagayaynu haddad gaalnimada joogta isu keenayna waa la mid abu jahalkii bariga jooga haddeerna uu jooga abu jahal fir'aawnkii jiray barigii nabi muusa haddana fir'aawn baa jira asnaamtii bariga jirtay haddana asnaamna loo caajibta kuwaasan sharxayna laakiin waa mamnuuc qof gaar ah inaan ku hal qabsano ama firqa gaar ah ama qolo gaar ah inaan ku hal qabsano mamnuuc weeye تفسير كان إن شاء الله ساسو نقول دونا ألا درت بنا وحينا إن أشدك لك ملهم وحب الله إن مركا بسم الله الرحمن الرحيم وحال رب الله بقرآن كا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إسكمها يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قرآن كا كمير هين مران كمتاقنا لكن وحال لنا يا أمر الله وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قرآن كمركات أغريسا نبي قال لغو يري شايدان كم مغنقل شايدان كو حوهي ولي قابا وكو لتشوغا وكو رسانا دا وكو أكتاقين يهي الله كم مغنقل مركات وابضعيش أود ديس وابضعيش مركات الله كم مغنقشو وحبكو ميالي كرو مركات وحالقا أمر قادنا فاستعيد وأمر صوماها أعوذ بالله با مركات للي خبر بالا أغريسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله وحي الشحيد قرآن كمركات بالله بيسا أعوذ بالله صلاة مركات قشا أعوذ بالله مركي وحوقي وسواسي كوبي ما دا أعوذ بالله وحوقي مركات سيسيحان يسا أعوذ بالله ريحن حتى هذا درس انتهت دين عبيد حلاوته سا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مركا وحوقي أعوذ وحان مغنقلي بالله اللان مغنقلي محان كمغنقلي من الشيطان شيطان كي الرجيم ملعون كا الرجيمي رجيم هو عندك حطور بك شيطان لفظك شيطان وحالك كان من شاطة بعد عن الحق بو كفك هذا مركا نونتي سزائد بين نغن هذه شاطة لك كان الشيطان نونتي سزائد بين نغن قل ينا وحين من شاطنا لك كان احترق وقبتي نونتي سمركا زائد معها مركا بعد عن نونتي سزائد هين وما لا يصرف ما هو مصرف هذه نونتي زائد هان لهين ما لا يصرف بو نغن لها مركا شيطان وما لا يصرف معها مركا إن شطان الله كان يقول له ذلك الرجيم والمرجوم باللعنة لعنة بقى لقول رجمي الله بقى لعنة ذي انتي كدن بيسين مركا لعنة دي سواء فصحنتها شيطانكم العنوية الله بقى لقم قنقلي الله نوكابت بادين يا إنك إذا الشيطان كان ضعيفا شيطانك مركا كبر عرفتكوسر لوان مهي شيطان ما دوحا قدرا شيطان مروا لها شيطان مروا لها أدرا كان شيطان قرصونها إساق الله بات كما قنقلي لب ملك شيطان مروا له هو بني آدم كميد أفكاغو كالكوها الليه ومفسدة يا لقى يا بينو كدوب صدا كاد إسكا إلالي شرع كل استعمالك وحاوي الضلال كي يبادي دي يوحو كوشي دي إسكا إلالي وحاكل القرآن كاللقو بالله بسم الله الرحمن الرحيم فاتح هذا يا قرآن كورنا بسنك علماء خلاف بدن بيكاليهين بعض العلماء وحيليهين بسنك ما أها آيات قرآن ما أها وحال الله تلقى لي إن سورة ده اللي قب الله أبو ألب اسمي جيسا لبركيستو سورة ده اللي قد حيسيه علم ده قارو حيليهين وآيات قرآن ومستقلة وآيات سورة والبمضح اللي قدر مركي بدل لقر ريبه علم ده قارو حيليهين وآيات سورة والبكمدة وآيات سورة والبكمدة هكذا علماء ليهين وآيات فاتحة كمدة وش كاسها أقرون آيات فاتحة كمدة وهي سورة ده كلنا إن وكل سعى الله قاطب عليه بركب مركي اللي جاه ذو آيات فاتحة كمدة ما بنا أنا لما نقول إن لقتها جمرك اللي تكين يلا ما أقوله ممنوع وهي محيي اللي نما فاتحة أغرين ثلاثة وبشر تمرك اللي يري باسمي اسمي وحكمي هاي فاتحة قل يا له وآيات لكن فاتحة كمد ماها ولا قد هيكرا مرك واحد رجحني إنه آيات كمد هي فاتحة لكن مسألة كرتها
نبيل محمد كر وما أغري شيرين أنت بدن مرمر ويكم مغلي شيرين صحابته مرمرنا الحمد لله إذا من مغلي شيرين مرنا بس اللي جمعت تجيب بسنك خاص هدي الله أغري إيدي هدي كر الله أغري مرنا بسنك اللي جت تجيب ماي إن شاء الله تعالى بسنك مركا لغبدي سمركا ليلى أبو معنيسة وحوي بسنك شيء كست الله بالله بهرتوا الله قفسن شيء والبؤ وناس والله قفسن مركا إلا أنا يوم مركا وحلا أغري يوم مركا guriga la galaayo mar walba bisinka waa loo baahan yahay wa amad la fulinayo allah nabiyullah muhammad wuxuu ku yiri iqra bismi rabbik iqra bismi rabbik wa tiwaye bismillahir rahmanir rahim markaad wax aqriyaysaa bisinka marka shay kasto oo la bilaabayo oo khayr oo wanaag oo sharaf la bisinka lagu bilaabayo marka culimadu waxay leeyihiin maxaa loo soo qadaray hal la bilaabay ficilka la bilaabayo maadadiisa loo soo qadaray markaad quraan aqriyaysaa bismillah iqra مركات كتاب تأليفي بسم الله أؤلف مركات وحوني بسم الله أكل مركات وحبي بسم الله أشرب كوريك مركات قلي بسم الله أدخل فعل كامد واحد صميني فعل فيسا لوسو قدر باليساس أنا وناكسن دي فعل عام لوسو قستو أبدأ اللي يدهدان واحد باتا أماله علمات القاركات وحيليهين اسم باليسو قدر ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم ولينا فعل باليسو قدر من مركز صناعة العربية فعل كعمل فلك وأصلا فعل بالسوء قدر يابا في عن لكن تمني اللي سوء قدر أنا وفي عن تاي مركا اللفظ قاسة الله بركة إسان وشي والباللفظ قاسة الله هو الرئيسي علمته حيني وحبال لك ما هو الرئيسي لكن آيات إغراء بالله الرئيسي بسم ربك بسم قوال الدميسي آيات دو أمر بي أهيدو وشرعيين كي أهو الرئيسي فعل كإغراء ذا الله ربا آيات لكن إنه مركا إنه وحب الله بينا بسن كوحوال بأهو الرئيسي بسم الله ألمك عيسى الله الرحمن الحريص تبدنا الرحيم الحريص تبدنا بان اقرا واؤلف واكل واشرب يا كوب الله مركه انغه حويه وحين كفسرينا بسم الله الرحمن الرحيم بان كفسرينا كوب الله لفظ الله ولفظ ان الله لا وداغين ولفظ واسم الله كلي اسكلي هي وي وحلب حين ولي لما جيل لما نرى لفظ الرحمن عربي ما أقول إن لفظ الرحمن وكيله ومن الرحمن مركي ليه ور الله الرحمن الرحمي والراع ومن الرحمن لفظ أي لبح ماها مرك كاسينا واللفظ الله كجارة واسم الله كجارة رحمتي سنو هاي علماء كف سيرين وعام والرحمن الدنيا والآخرة وعام الرحيم نه والرحيم المؤمنين مؤمنين تقول حريصا الله وي وكان بالمؤمنين رحيما سقو قيدا بصاروري الرحمن لا هو مطلق قران كما له كصاروري سقو مطلق الرحمن على العرش استوى مركا الرحمن وعام ويان وانا اسم الله وقار رحيم والله بحين كرا بني ادم كو ولا ذكر لكن وانه وح كو قيدنا الرحيم مطلق بني ادم كما له هب الرحيم القلب بالي وقلبي سوى نحريس بدن يحي اسماء الله غيب كميدنا سدا سو كلي مؤمن أو كلا بالمثل مؤمن بالغو ديه كرا واحد باتا أماله مركب بسنك معنى سنة واسدة فدلق سنة واحكا سوى بسنك آن لغو باللابين بركة لاو صوب حيا بسنك واحد سحيد كاويو مركب دباتا كبغضي مركب دول بهارتي مركب بسم الله الرحمن خلاص الله بات ستوى سوى واحد انتوي الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة الصلاه ومكي محيي للصلاة ده مكان لغو فرضي عليه هبينك ليلة الإسراء يا لغو فرضي علي وحال شرعيي فاتحة انت مضح لغو قدقو لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة صلاة فاتحة لغو أغرين ما أصحيسو فاتحة مركة وحي حمبارسان تاهي واي فضل بذن تاهي وحي حمبارسان تاهي الله سبحانه وتعالى أمان تيسي يتوحيد كي iyo miskiinnimadi iyo cibaadadii oo adoonnimadi oo la qirtay iyo duco oo dal u baahan tahay marka nidaamka u taala waxa weeye markii Alla la amaano oo Alla la sharifo yaa waxa la leeyahay Ilaahu adiga kaliya baan ku caabudayna macnaheedu waxa ku tusay marka duco rabto waa inaad hadda horta Alla soo amaanto way marka duco rabto Alla horta soo amaan marka Alla amaanto kadib marka Alla bari subhanahu wa ta'ala adigoo adoonnimadaada qirtay adigoo daciifnimadaada qirtay marka waxaad Allah ugu tawasulaysaa inaad adoontaa isalkaal ma ka doonto waa tawasul intaas marka soo tabasho Allah soo amaanto asmaadiisa ku soo amaanto kadibna bar ihdina siraatal mustaqbal iyo dhanba sida ku dhaba fa ta'ala lafteeda ducaa
كلمتها المركز اللي نقد عايشين إنت الفاتحة تبالي الفاتحة داس في وحوي واسك إغرى اللي ده هذا هلا أغري كان اللي قلتها هاي وحافي عن مركز هذا اللي وذ اللي قد بقفته أنا الفاتحة الله دهم بافي عن اللي قد بقفته ودعاء إلهن وحبني باتمل الفاتحة تدي يد وهلا أغري الفاتحة ما كان اللي قلتها واحد باتها كين ميسي يد الأفتير مركز معنوه حوي الحمد أمان جود لله الله يؤهاتي رب العالمين عالمين ترى بقى ذا الله وحديث القدس قسمت الصلاة بيني وبين عبدي صلاة مرك فاتحة على جوذا مرك وقفك إلى هذا الحمد لله رب العالمين الله حليه حمدني عبدي الرحمن الرحيم مرك إلى هذا أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي إياك نعبد وإياك نستعين هذا بيني وبين عبدي بيني وبين عبدي ما إلا أن الله بعض قريسة معبود نمو الله بعض كلمة ومركة ناف بين كليهم بني آدم كو الله غيب كليه انت الدم بإهدنا الصراط المستقيم هذا اللي عبدي انت الدم بأدوما إسكال أدوما خالصيه مركة معنوه حوية الحمد أمان لله الله وهاتين أمان وردن أشهو حالي لجنسية الإلهي وحمد قودوي حمد مقابل حمد مطلق الله بدأ الله ما إسكال حمد مطلق وحوية إلى شق له وحمدهم الحمد لله رب العالمين حمد مقابل أن النعمة أكون نعمية الحمد لله على كذا على نعمة كذا لبدا بقى الله بأسكال سبحانه وتعالى بركي ألا لقو حمد ولقو شكرين النعمة ويكوسي بدن وكوسي زيادة الله الحمد أمان لله الله يوهاتي الله رب العالمين عالمين ترب قيداءها عالمين توحال ليلي ووحي وحقرنا يوردن با أسلهان لقاهان وجنك ينسي ملايكة لكن هل دير وحال لقيت هذا ما سوى الله ما سوى الله بقى لوجت شيء ذا مرك هذه سيدة اللي يده هذا مفرد ماله العالمين هذه اللي ما سوى الله مفرد ماله وهي عالم هذه اللي يده ما وحلاه العالمين وعالم كهذه ما سوى الله لوجت شيء ذو العالمين إذا نجيك ينسي ملاك تلوجت شيء ذو اسمه مطابق اسمه ومفرد جمعيسي وكيري هاي بينهم مرك عالم وجمع عالم ويان وما سوى الله مرك هذا جمع صحنهم الرحمن نحريس تبدنا الرحيم نحريس تبدنا الله سبحانه وتعالى حرير كأدحية بني آدم في الله والرحمة مرك يدوك عبادتي التي ماذا توحيد في التي ماذا الله الرحمة دي بكود ديارني الله كقول صحرير الرحمة بكقول صحرير الرحمة بكفرية كقين ما يالهم كقين هذا الأدوك قينين الله الرحمة دي سوى كود ديار مالك يوم الدين مالنت اس ابال مرنت اما مالنت قيامك اسغو كلي لها ادونك مركا لا جوغو وا مالك ادونك الله ما مالك عيد كلا لما له اخرنا الله ما مالك لكن ادونك ملكي هوسه ولا شيكتا جيره غريغيغي وها وي مغالديدي بيرتيدي وحيابا لا شيكتا جيره مركا ما وح شيغن كدا ما جيرو تصرفك كلي با الله وح وح شيغن كرون الله اين ما جيرو يوم الدين وا يوم الجزاء وي مالنت اس ابال مرني أدونك مركين وشوقنا ودار العمل ماشى سانو ودار الجزاء مالنتا كتصرفات كلية عن علة لسيء التصرف يعد وحشاكن كتعتاجرين لول كنا نشوقنا وحلس كدر يا وحم عالما قف على ما يسنو قاري ما تشرو إلى القيامة لول كنت شيء سيكدعي وبلارين يهيل لول كاس مركي الله سيد الله أماني الله وحينا أفقليو آتي رهدان بودي إياك كليدا يعني نعبد الله وعابدين وإياك أديك كلي جابانو نستعين وككال مدل بينا مفعولك بحق هلا المري وحال يريد هدي معمولك حق هلا ما يختصاص بفائدين مرك معنوه حوية إياك نعبد وإياك نستعين كلي داون بدك على نون تعلق جليه جماعة نبي تلمام وحال ليه هاي كلي جا إله أديك أنك عابدينه وين أدتك ولا لها وحلا عابده أوسكسيو عابدنا بلالي إياك أعبد الله مده كل جابك عبده ما العلاينا تكلم مرهم إياك نعبد مسجدك الله ذا اللي عبده مركز جماعة ولا لها مسلمين تهكف لا جوبن عقيدة جارها كسم إنسان ما الجارة جماعةها وقبلهن ودع عبده ولا لا تهينه ودع عبده كلمنا الله ككلم طلبة نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله هذا عدو سؤال ليس الله سؤال هذا عد ككلمة نبي سنة الله ككلمة عد كلكلمة ويدي سنة الله وحوليه عد كلها سين
وهو قال لي ليه عيدك الهسيني. فمثلا لفظي إله مشركين تما استعمال شرين هذا أنا أصنامتي بإله يكدك تنبالي وحال لقوضا انت لفظي إله بإسمه الله استعمال عبادة قال لي عيدك الهدي الله سيئة قال لك لي ماذا عابدين أفرأيت من اتخذ إلهه هواه قفك جعيل كيس عابد بالكور جعيل كمرنا بإلهكم ومك عابد لكن وح الله لهابو يسي مرك شيء كالصوت وح قال لي يسيس مرك إياك نعبد وإياك نستعين الله كلي عابد وجمع عدي ألا وذا عابده انت مرك إلا عدي وكو قال لي حديث القدس هذا لي ولعبدي هذا بيني وبين عبدي وانت انضمبع انت هرى الله وإسكاله أمانة أمانة وحي مرمر سيئوتها أما لوغو سيدوانا يا الله توسل مرك سفدي سيئي أسمادي سلوغو توسلو كذب بي دعاد مقبول لغنيسة دعاد الله هذا لغو بالله من وحاوية مقبول ماهو اسكب الله ودعوه وهذا بدره الله صواب بالله والله التوصله إلهي قعانته وتاقه كذبه كاظب لي وحاكله الدعاء ختم قيادة أبا الله يري أما أنت الدعاء ختم قيادة ويصلق النبي قنا ودعاء ختم قيادة وإن لغو بالله لغونا ختم وين مركا ميشان إياك نعبد وإياك نستعين معنى هذا هو بلالين هاي الله وحينه أفقليه وإنا أمري إنا إنا نراهنه اهدنا الله ونقوها نوني الصراط جيت في المستقيمة وصناع هداية وحاوية حق الوافة يوويا إله يوجيت في توصناع نقوها نوني جيت كستوت الصراط صراط وحال ليلة ميل تيحان ووضاء ولماري كرا صراط ليلة مركا حدونا مستقيمة هينو جيت شيدان يهي وحو كولقى لي ميل مدحلاه بو كولقى لي وارنا بلو آد ويهود بو كولقى لي مركا دنبي نبي الله محمد انتو صدا اوشي حي ويد وكا جيت كي وينا markaas soo hareereeyahay cidada yar yar buu ka dhigay cid walba sheeydaan baa agtaagan sheeydaan waliba wuxuu adeegsanaya waxbuu adeegsan mid macsiyad uu adeegsan oo ku qurxin mid wuxuu adeegsan xoola xaraamti uu ku jecelaysiin mid meelo kale ka soo galay xaqiiq bayaan uu ka soo mid baa wuxuu adeegsanay marka waxa weeye ihdina allahu nagu hanuuni as-sirat lajid al-mustaqim oo toosan cidadka qaar aan toosanayn baa jira cidka sirat al-mustaqim ka waxa lagu fasiraa وينو هرت توسين يعني بدك الوينو الكرتمية دقحي يقشف وكقبل الله هاي بدك الوينو توبية يعني ومتك كلو كت وكتب يسوينو كلو هدول مثل أحلى حياة يوم يلا سومر سيراد معه سيراد مستقيم معه وين التوبية يوم ماشي اللي تجيه مركا تيتكا وددي يسعيد عدو مري الهاي نوعين أتقانا ودو ودتا تيتكا سيراد كمستقيم كواحدكم مري أدي قط طريقة النبي الله محمد حياة يا جيت كي طريقة كورة ميسان كي سسارة دو دادوني سينات غراتو جيتكي مستقيم كائنات هاي سينات غراتا دادرم قران كا اسكو ميزان سيره دي النبي الله محمد اسكو ميزان بس واد غراتي مركا واد هيسا حداد كل حسنتاي طريقه دي النبي الله محمد جيتكي سيرات كا ما هيسيد مركا يدينا سيرات المستقيم قف كم من كو حنون كا ويدايسن يحي يدينا مركا ما هي كا دغنتاي اله نو دائم اله هدايته ادنا سيسي نو دائم بي كا دغنتاي marka waxay ku tusinaysaa qofku hadii jeerinu baahan yahay isagoo hanuunsan oo muumin oo wanaagsan hadan inuu waliba iimaankiisa in loo sii ilaaliyo uu u baahan yahay ku tusinaysaa oo saasaad Allah u baryaysa ihdina siraata almustaqim siraatkaasi waa kee siraada alladina ku wajidkooda an'amta alayhim aadu ni'maysay ghayril maghdubi alayhim kuwa loo cadooday ghayrkooda wa ghayrid dhalina kuwa loo san ghayrkooda kuwa loo ni'meeyay quraanka inoo fasiray وحوي الأنبياء والشهداء والصديقون وقوة كوا اللون نعمية اللون نعمية وأنبياء ذا هي شهداء ذا هي صادقين ذا صديقين ثم مؤمنين ترد بع سؤال قف كسر إيمان كيس صحيح صديق بنقاني لكن ولا كلا صديق سيني هاي ولا كلا ولي سيني هاي ولا كلا الرجاء لكن قف كمركم مؤمن ده بيجي هاي صديقين ذا شو سؤال عليا غير المغضوب ذا وحلو فسراء إن تبدا ويهود ذا ليه هذا marka maqduub calayhim waxay ku noqdeen haqi iyagu garanayay diideen walo arisay kuwa iyagu haqi garanay bay diideen walo arisay kuwa dhalintuna waa qofka yaani aqli xumo iyo jahli hayo oo sida haqi uga leexday oo marka ka laftiisida marka dam wuxuu soo galiyo qeyr maqduub calayhim si soo galiyo markii wax loo sheego oo loo sharaxo oo wax loo cadeeyo haduu diido qof haqi diiday buu noqonay laakiin inta badan dalalka waxa lagu tilmaamaa qofka aan wada u marahaynin oo waxba garanaynin oo jahilka ah marka nasara sida ku sifaysanayd bariga kuwa loo cadeysanayo waa kuwa xaq u kasu diiday way marka ay yahuud yihiin kuwa xaq u kasu diiday loo cadooday qof kasta oo xaq gacanta ka taago u kasu diidaana maqduub calayhi way sida ku talagalay
يهود كليا ما مغضوب عليه وقف كي ودده ده مرادن سراد الذين كوي ودده ده الله ونقوها نوني أنعمت عليهم آد النعمة يسي كواسو غير المغضوب عليهم كوا الله عرض غير كود وكوا حق أكسد دي غير كود ولا الضالين وغير الضالين كوا اللنسان غير كود واجاهلين تاوح مقرد تدعى ودي وحلو شيء أن فهمينين كوا ودده ده غير كده الله ونمره والله سبحانه وتعالى على محمد.